محاضرتنا اليوم عن التصلب المتعدد او بسموه المالتيبل سكليروسيس وبرمزه له بالام اس. مقدمه عن داء التصلب العديد، هو عباره عن مرض مناعي ذاتي مزيل للميالين، او يعني بشكل المصطلح الشائع هو انه مزيل لماده النخاعين، بيستهدف المحاور العصبيه المغطاه بالنخاعين في الجهاز العصبي المركزي حصرا، فقط يصيب الدماغ والنخاع الشوكي وما بأثر على مادة النخاعين في الجملة العصبية المحيطية، وبالتالي ما بصيب إلا الجملة العصبية المركزية اللي هي الدماغ والنخاع الشوكي، أما الأعصاب المحيطية فما بتنصاب بالتصلب المتعدد. لا تزال آليته مجهولة السبب، وتوجد عدة أدلة على أن مجموعة من العوامل الوراثية والبيئية تسبب تفعيل الجهاز المناعي والذي يهاجم النخاعين، مما يؤدي إلى تباطؤ سرعة النقل العصبي في المحاور العصبية، وفي النهاية يؤدي إلى انقطاع التوصيل العصبي بشكل كامل. بيأتي على شكل هجمات، والهجمات تترك وراءها لويحات من مخلفات الحطام الميالينه والخلويه في مكان الأذي، ووقتها بتقوم الخلايا الدقيقه قليله التغصنات باعاده تصنيع الميالين حول المحاور العصبيه، ولكن مع تكرار الهجمات تفقد هاي الخلايا قدرتها على المعاوضه وتصبح الآفي غير قابله للتراجع. يتظاهر سريا باعراض متنوعه جدا تعكس تنوع صفات الاذيات فيها، تكون بمواقع متعدده وأعداد كثيرة، وحتى الأذيات بتكون بتختلف بشدتها. من اسم المرض اللي اسمه التصلب اللويحي العديد بيعكس الخصائص الأساسية للأذيات. التصلب هو يعني جاي هذا الاسم من إحداث أذيات مزمنة ندبية تحصل فيه تندبات اللويحي بسبب ظهور اللويحات على المقاطع الشعاعية خصوصا على المرنان، والعديد بسبب أذيات مبعثرة في المكان، يعني بتصيب أماكن كل مرة تحدث لويحة في مكان مختلف عن المكان اللي حصل بالإصابة السابقة. اللمحة التاريخية للتصلب العديد هي للاطلاع، نجي على عوامل الخطورة للتصلب العديد. توجد عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالمرض، تتنوع بين عوامل قابلة وغير قابلة للتعديل. عوامل الخطورة الأساسية في سوريا هي البدن والشقيقة ونقص الفيتامين د، وكثير المرضى المصابين بالسكري نمط أول وأمراض الغدة الدرقية والداء الزلاقي يكونون بخطر أعلى للتطور التصلب لوحي، لأنه مثل ما ذكرنا هو آليته مناعي ذاتي، وبالتالي قد يترافق مع أمراض مناعي ذاتي مثل هذه الأمراض كلها، الداء السكري النمط الأول وأمراض الغدة الدرقية مثل التهابات الدرق خصوصا مثلا هاشيموتو والداء الزلاقي كلها آليتها مناعي. هلأ العوامل البيولوجية، تتراجع الأعراض لدى النساء خلال الحمل وذلك بسبب ارتفاع مستويات الأستروجين، إلا أن 20-40% منهن يعانين من هجمات جديدة بعد الولادة خصوصا خلال أول 3 أشهر بعد الولادة. كما تم ملاحظة تغير في تركيب الجراثيم الطبيعي يعني الفلورا المعوية عند مرضى التصلب اللوحي. عوامل سلوكية وغذائية مثل استهلاك الملح وكل ما يزيد الخطورة القلبية كالمتلازم الاستقلابي والبداني والإفراط بالقهوة كلها هي تعتبر عوامل الخطورة. أما الكميات المعتدلة من القهوة فهي مضاد التهاب وتنقص احتمال الإصابة بالتصلب، لذلك الإفراط في شرب القهوة هو من عوامل الخطورة. أيضا التدخين له دور، حيث يكون المرض أكثر انتشارا وسيره أسوأ عند المدخنين. الوحدة انتشار أكبر للمرض عند العاملين بنظام الدوريات، يعني اللي بيشتغلوا بنظام الشفتات. العوامل البيئية، أثبتت الدراسات أنه نسبة الإصابة تزداد كلما ابتعدنا عن خط الاستواء،
أي تزداد كلما اتجهنا شمالا باستثناء دول شرق آسيا. تعتبر أشعة الشمس عاملا وقائيا، إما بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجي أو بسبب زيادة مستويات الفيتامين د، حيث لوحظ أن معظم مرضى التصلب اللويحي لديهم انخفاض في مستويات الفيتامين د، وعند تعويض الفيتامين د انخفض نسبة الإصابة وتحسنت الأعراض بشكل كبير. طبعا المهاجرين إلى المناطق الموبوءة منذ الطفولة بيحملوا نفس خطر الإصابة بالبلد المضيف، يعني إذا هاجروا وهن أطفال بيحملوا نفس خطورة الإصابة بالبلد اللي هاجروا له، أما عند السفر بعمر متأخر فبيحملوا نفس خطر الإصابة لبلد المنشأ، يعني البلد اللي هاجروا منه. عوامل إنتانية فيروسية، وجد فيروس إبشتاين بار بنسبة عالية عند نسبة كبيرة من المرضى لدى تحليل السائل الدماغي الشوكي، لكن الآلية التي يسببها المرض لا تزال مجهولة. عوامل جينية، يرجح وجود استعداد وراثي للمرض لكنه لم يتم إثبات طريقة الانتقال الوراثي المنديلي بشكل دقيق وحاسم، وما زالت آلية الانتقال غير معروفة حتى الآن، يعني ما له نمط وراثي محدد قاهر أو مقهور، وحتى طريقة الانتقال المنديلي غير معروفة. بتكون نسبة الإصابة 1 ل 3% عندما يملك أخا أو أبا مصابا بالمرض، بينما ترتفع تلك النسبة في التوائم الحقيقي إلى 30%، وبالتوائم غير الحقيقي يعني ثنائية البيضة بتكون نسبتها 3 ل 5%. وهي من المؤشرات التي تدل على وجود استعداد وراثي عند المرضى المصابين. هلا الآلية الإمراضية، بس فقط راح أحدد لكم شو المطلوب منها. هو بشكل أساسي هو آليته الإمراضية وآلية مناعية ذاتية، ولكن حتى ما يعني يصير عندكم صعوبة فيها، بس راح نكتفي بس بالمقدمة. بالتصلب اللويحي يحدث الثلاثة الالتهاب، وبيحصل ارتشاح التهابي للخلايا البائية والتائية والبالعات، تسبب أذية في غمد النخاعين والمحاور الاسطوانية، وأيضا بيحصل تنكس في الميالين والخلايا الدبقية قليلة التغصنات، وأيضا بيحصل دباق الجليوسيز اللي هو معناه تكاثر في الخلايا الدبقية النجمية أو بسموها الأستريو سيت. فقط هذا المطلوب منكم، باقي الآلية ما تشغلوا بالكم فيها. هلا بنجي لنحكي عن السير السريري للمرض. الهجمي الحادي هي عبارة عن ظهور أعراض عصبية وظيفية، يعني بتكون بشكل بؤر، تستمر من 24 ساعة وحتى 30 يوم، لكن لا يمكن تفسيرها بأمراض أخرى كالإنتان أو النشب الإقفاري. تختلف هذه الهجمات عفوا تختلف هذه الهجمات من حيث الشدة، من حيث مقدار التحسن السريري بعد، حيث تتطور الأذية خلال عدة أيام وتستمر لعدة أيام أو أسابيع، ثم يتم تصحيحها بشكل تدريجي لتتراجع بشكل تام أو شبه تام في معظم الحالات. هلا هي الهجمة الحادة لتصلب اللويحي، أحيانا بتحصل هجمات كاذبة بصير فيها تفاقم مؤقت للأعراض العصبية، ينتج غالبا عن التعرض للحرارة الشديدة أو الإنتان، يعني في حالة الإنتان أو الحرارة بيحصل تفاقم فقط للأعراض العصبية. يمكن تفريقها عن الهجمات الحقيقية للمرض بوجود تعزيز للمادة الضليلية بتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ والنخاع الشوكي مكان الأذية في الهجمات الحقيقية وسلبيتها في الكاذب. يعني شلون نعرف إنه هي هجمة كاذبة ولا هجمة حقيقية؟ إذا عملنا تصوير رنين مغناطيسي للدماغ بتلاقي إذا كانت هجمة حادة بكون في آفي جديدة أو لويحة تصلبية حدثت بمكان الأذية، فهي بتعزز المادة الضليلية، يعني بتقتنص المادة الضليلية بشكل أكبر، بتظهر بشكل براق. فهذا إذا كانت هجمة حقيقية بنشوف هالمنظر هذا، أما إذا كانت هجمة كاذبة يعني نجم فقط عن ارتفاع حرارة أو إنتان، فقط ما بتشوف هاللويحة الجديدة أو المعززة المادية الضليلة، لأن الآفات القديمة وصلنا الآفات اللي بتكون حصلت بالأذيات السابقة ما بتعزز المادة الضليلية، فقط الآفات الحديثة العهد يعني اللي بيكون عمرها لمدة شهر أو شهرين،
راح نشوفها بالتصوير، وقت بندرس تصوير شعاعي. طبعا توجد عدة أشكال لسير المرض سريريا، وراح نحكي عنها بشكل مختصر كل واحد منهم. أشكال السير السريري للمرض، يتظاهر المرض بأربع أشكال سريري، ولا يتظاهر عند جميع المرضى على شكل هجمات حادة متباعدة كما يعتقد. له أربع أشكال سريري. الشكل الأشيع هو الشكل الهاجع الناكس، يعني بتيجي هجمي وبيهجع وبعدين بيرجع بينكس، هذا هو الشكل الأشيع، الشكل الهاجع الناكس. وفي عندنا شكل مترقي منذ البدء، منذ بداية المرض بيصير بشكل مترقي، وعندنا الشكل المترقي الثانوي، هو عادة بيكون من الشكل الهاجع الناكس وبعدين بيصير مترقي ثانوي، وعندنا الشكل المترقي الناكس. رح نحكي عن كل واحد فيهم. الشكل الهاجع الناكس هو هذا الريلابسينج ريميتينج مالتيبل سكلوروسيز، وهو الشكل الأشيع من المرض، بيتضمن فترات من الهجوع والنقص. تترقى الأعراض العصبية في الهجمات الحادة وتخلف وراءها عقابيل، يعني تحصل لوحة تصلبي، وأيضا بيحصل يعني عند المريض ممكن مثلا خدر ونمل حسي أو شلل شقي، فهون هذا احنا بنسميه النكس. ثم بعد حدوث الهجمه الحاده تتم اعاده ترميم الميلين بفضل الخلايا الدبقيه قليله التغصنات، فتتحسن الاعراض عند المريض بشكل تام او شبه تام، فبالتالي هون بيحصل هجوع، وهيك بيصير المرض بين هجوع وبين نكس. يكون تواتر النكس غير محدد، ما له وقت معين، ويختلف من مريض لاخر، مما يضعف من قيمة الخطط العلاجية الوقائية، ولكن غالبا ما يكون تواجد الهجمات أعلى في بدايات المرض. عندنا الشكل الثاني هو الشكل المترقي الثانوي، بيبدأ المرض بالشكل الهاجع الناكس، لكن بيتطور فيما بعد عند جزء المرضى للشكل المترقي الثانوي، حيث يحدث فيه ترقي بطيء للمرض بدون وجود فترات واضحة من الهجمات الحادة. عندنا الشكل المترقي البدئي، بياخذ المرض شكلا مترقيا ببطء منذ بدايه المرض وبدون وجود هجمات واضحه، مقلدا التطور الملاحظ في الافات التنكسيه، وهنا يجب التاكيد على نفي الامراضيات الاخرى، يعني في عندنا امراض اخرى مزيله للنخاعين او امراض اخرى بتقلد الافات مزيله للنخاعين، فبهي الحاله هي يجب نفي الامراض الاخرى. وعندنا اخيرا الشكل المترقي الناكس، وهذا الشكل النادر يحدث فيه ترقي بشكل مستمر للمرض ببطء منذ بدايته، لكن مع وجود هجمات حاده. هل عندنا في متلازمات معزولي في التصلب اللويحي؟ عندنا المتلازم الشعاعي معزولي، شو معناها؟ بهي بتتميز المتلازمه الشعاعي المعزولي بعلامات شعاعي وصفية للمالتيبل سكلوروسيز، رح نحكي عنها فيما بعد، لكن دون وجود أعراض سريرية واضحة، يعني بتقتصر المظاهر فقط على المظاهر الشعاعية، يعني عندنا وجود لويحات بالجملة العصبية المركزية بتدل على وجود تصلب لويحي، لكن ما في أعراض سريرية، فهي بسموها المتلازم الشعاعي المعزولي. بتكون الإصابة صامتة بالدماغ فلا تسبب أعراض تستدعي البحث عن السبب. عندنا الشكل الثاني هو المتلازم السريري المعزولي، وهي خصوصا بالهجمات الأولى للمرض، تمثل الهجمة الأولى لمرض متوافق مع السير السريري للتصلب اللويحي، ولكنه لم يستوفي المعايير التشخيصي الشعاعي للتصلب العادي، لأنه هلأ بس ندرس المظاهر الشعاعي، في عنا المظاهر يعني في عنا معايير تشخيصي شعاعي، فبهالحالة هي المريض بيكون عنده تظاهرات سريرية توحي بالتصلب المتعدد، ولكن ما في عنده آفات بالتصوير الشعاعي بتأكد انه هذا التصلب لوحي. وتنبع أهمية هذه المتلازمات من اختيار التوقيت المناسب للبدء بالمعالجة المعدلة لسير المرض، وقد لوحظ سريريا انه كلما كان بداية المعالجة أبكر كلما كانت النتائج أفضل. هلا رح نحكي عن التظاهرات السريريه للتصلب العديد بشكل مفصل. بتكون اعراض شديده التنوع في المالتيبل سكلوروسيز،
وتعتمد بشكل أساسي على موقع وشدة الإصابة. ويأتي هذا التنوع من السمة الواسمة للمرض وهي التبعثر في الزمان والمكان. أهم خاصية مميزة للتصلب اللوحي أنه التظاهرات السرية بتكون مبعثرة في الزمان وفي المكان، حيث تتوزع الأذيات في أزمنة مختلفة، يعني بتحصل على شكل هجمات وتحدث بأوقات مختلفة وفي أماكن مختلفة، يعني بتعطي أعراض متنوعة لأنه بتحصل الأذيات في أماكن مختلفة بالدماغ أو النخاع الشوكي، وبالتالي تختلف التظاهرات السرية. فلذلك الميزة الأساسية اللي بيتمتع فيها تصلب اللوحي هي أنه الإصابات مبعثرة في الزمان والمكان. التبعثر في الزمان المقصود فيه أنه الأذيات أو الهجمات الحادة بتحصل في أوقات مختلفة، ممكن تحصل أذية اليوم، أحيانا بعد سنة أو سنتين أو بعد شهر أو شهرين تحصل أذية ثاني، بعد سنة أو سنتين بتحصل أذية ثالثة، وعلى هذا الشكل. فهي التبعثر في الزمان. والتبعثر في المكان المقصود فيه أنه بتحصل أذيات في أماكن مختلفة في الدماغ أو النخاع الشوكي، وبالتالي بتعطي أعراض مختلفة في كل هجم. يمكن أن يستهدف الميلين في أي موضع ضمن الجهاز العصبي المركزي، وأكثر نموذجية يعني أماكن زوال النخاعين هي إصابة العصب البصري وجذع الدماغ والنخاع الشوكي. تشمل أعراض المرض التهاب العصب البصري والشفع وشلل الحملقة، كلهم راح نشرحهم، الاضطرابات الحسية والحركية والأعراض الإنباتية، أيضا اضطراب حس الوجه ولقوي مركزي بسبب إصابة العصب السابع، والرنح والرقرقة والرتي وعسرة البلع والخزل التشنجي. هو بشكل شائع يصيب المادة البيضاء في الجملة العصبية المركزية، لكن أحيانا قد تطال الإصابة القشر الدماغي، وهون بهالحالة هي تتأثر الملكات الذهنية حيث تتراجع القدرات الذهنية للمريض. لكن بشكل أساسي هي ما بصيب قشر الدماغ، أحيانا في آفات تضع تحت القشر فبتؤدي لحدوث تراجع بالملكات الذهنية أو الملكات العقلية للمريض، ولكن ما بتشاهد فيه مثلا إصابة مثل إصابة الشريان المخي المتوسط. يعني مثلا ما إذا مثلا المريض عنده حبسي، هي من الوظائف العليا للدماغ، يعني من الوظائف القشرية، هي ما بتشوفها مثلا أنه تحدث حبسي بتصلب اللوحي. هلأ إصابة الأهم واللي غالبا ما تكون هي الإصابة البدئية بالمرض هي إصابة العصب البصري، تتظاهر باضطراب الرؤية، وهي من الإصابات الكلاسيكية في سياق تصلب اللوحي. يحدث اضطراب الرؤية بسبب التهاب العصب البصري بشكل الحاد أو تحت الحاد، التهاب العصب البصري المزمن، إصابات أخرى على مسير العصب البصري، وأيضا بسبب أسباب أخرى لاعتلال العصب البصري. مثل ما ذكرت التهاب العصب البصري هو من أهم الإصابات في سياق التصلب المتعدد، وهو في كثير من المرضى تقريبا نسبة 25-50% من المرضى بكون التهاب العصب البصري خلف المقلي هو أول إصابة توحي بالتصلب العديد، يعني أول ما يصاب العصب البصري، وبعدين تحصل إصابات أخرى وبتكون هو الإصابة البادئة للمرض. هو اضطراب شائع جدا في التصلب اللويحي، تظهر إصابة العصب البصري إما بشكل حاد أو تحت حاد، أما إذا كان ذو بدء مفاجئ وسريع يعني خلال ساعة أو ساعتين فنتوجه نحو الآفات الوعائية، يعني مثل انسداد شريان الشبكة المركزي، هذا تدرسوه بالعينية، هذاك بتفقد الرؤية مثلا بشكل مباشر خلال ساعة أو ساعتين. عادة يصيب عين واحدة غالبا، ونادرا ما تكون الإصابة ثنائية الجانب، عادة الإصابة بتكون غير متناظرة، بيصيب عين واحدة. اللويحة الالتهابية المزيلة للنخاعين غالبا ما تتوضع بين كرة العين والتصلب البصري، ولا يرى يعني لا يرى الطبيب شيئا بفحص قرع العين في أغلب الأحيان، يعني ما بتشاهد فيه وذمي بحلومة العصب البصري. لذلك غالبا لأنه الإصابة عادة أو اللويحة التصلبية تتوضع بين كرة العين يعني خلف المقلي والتصلب البصري، فما بصيب العصب البصري يعني يؤدي لك لوذمة حلومة العصب البصري، ولذلك في أغلب الأحيان يسمى التهاب العصب البصري خلف المقلي، وهو مشهور جدا الريترو بالبر نيوراتيس.
يستعيد معظم المرضى القدرة البصرية خلال 6 أشهر من بدء الإصابة، وعندما لا يحدث تحسن خلال هذه الفترة فإما أن يكون سير المرض بطيء أو يجب التفكير بأمراض أخرى غير التصلب اللويحي. الأعراض والعلامات السريرية لالتهاب العصب البصري: حس ألم، بيحصل ألم، بيزداد حركات العينين وتدني القدرة البصرية، بيحصل عنده صعوبة بتمييز الألوان وخصوصا تمييز اللون الأحمر، وبيحصل بشكل خاص يعني بالتهاب العصب البصري خلف المقلي، تشوش رؤية مركزي ناتج عن وجود عتمة مركزية بسموها سنترال سكوتوما، وقد يتطور إلى مرحلة العمى التام. وأيضا بيحصل فيه عين في المنعكس الحدقي الوارد الذي يكشف من خلال حدقة ماركوس جان، هلأ رح نحكي عنها. وهذا هذا الشكل تخطيط الساحة البصرية: التهاب العصب البصري خلف المقلي وحادي جانب عند مريض التصلب الواحد، ولاحظ العتمة المركزية أو اللي سميناها سنترال سكوتوما عند فحص الساحة البصري. هلأ اللي بيحصل عيب بسبب حدوث خلل في المنعكس الحدقي الوارد، هذا بيؤدي من حدوث حدقة ماركوس جون، راح نحكي عنها. هي علامة مرضية تستخدم للكشف عن أذية الألياف البصرية الواردة. إذا وجهنا الضوء نحو العين السليمة تتقبض الحدقة في كلتا العينين، هذا عند الشخص الطبيعي. إذا وجهت الضوء نحو العين السليمة سواء كانت اليمنى ولا العين ولا اليسرى تتقبض الحدقة في الجانبين. أما عند المرضى المصابين بالتصلب اللويحة، إذا وجهنا الضوء نحو العين المصابي لا تحدث استجابة، بل بالعكس تبدي العينان توسعا متناقضا بسموه البارادوكسيكال دايليشن، بيحدث توسع حدقة بشكل يعني بسموه بارادوكسيكال أو يعني تناقضي أو بشكل عجائبي، وهي اللي بسموها حدقة ماركوس جون. هلا هي مثل ما شايفين بهالشكل، هذا بالشكل الصوره اللي على اليسار هي الشكل الطبيعي. اذا وجهت الضوء نحو العين اليسار، فاذا كانت كلا العينين سليمتين فبيحصل تقبض الحدقه في الجانبين، منعكس حدقي مباشر ومنعكس حدقي غير مباشر. وبالعكس اذا وجهتها نحو العين السليمي العين اليمنى كذلك بيحصل تقبض الحدقه بالعين اليمنى وبالعين اليسرى. اما المرضى المصابين بالتصلب اللويحة، نفس الشخص الطبيعي، مثلا لو فرضنا انه العين اليسرى هي العين اليمنى هي المصابي، فاذا وجهنا الضوء نحو العين السليمي بتتقبض الحدقه بالطرفين مثل الشخص الطبيعي، ولكن اذا كانت العين اليسرى هي مثلا العين اليمنى هي المصابي، اذا المريض عنده التهاب عصب بصري خلف المقلي بسبب تصلب اللويحة بالعين اليمنى، فإذا وجهنا الضوء نحو العين اليمنى بالرايت فبيحصل توسع حدقة متناقض بدل ما يحصل تقبض حدقة، وهي بسموها حدقة ماركوس جون. في خطأ بالكتاب حكي ممكن هون فوق طالع فوق شوي ايه كمان شوي حكيم اما اذا كاتبين اما اذا وجهنا الضوء نحو العين المصابه لا تحدث استجابه، او اذا وجهنا الضوء نحو العين السليمه لا تحدث استجابه. هون اخر سطر حكيم: اذا وجهنا الضوء نحو العين المصابه لا تحدث استجابه وتبدي العينان توسع بشكل عجائبي. هو لازم السليمي لأنه الوارد هو مو الصادر، يعني لازم نكون إذا وجهنا نحو العين السليمي. أنه الوارد اللي يعني في مشكلة مو الصادر مو حكيم. صحيح، هو لأنه بسبب إصابة الألياف الوردي البصري الوارد إذا مو الصادرة. نعم صحيح، بهالحالة هاي إذا وجهنا نحو العين السليمي بتحدث توسع
بيحدث توسع بالطرفين، لانه العين المصابه ما راح يحدث فيها استجابه، لانه هي بسبب اصابه الالياف البصري الواردي وليس الصادره. نعم صحيح. لكن هي مبدأ انه في حال سلطنا الضوء على العين المصابه ما بدأ تحدث استجابه، اما اذا سلطنا الضوء على العين السليمه بيحدث توسع حدقه بالطرفين، وهي هيك اللي تسمى حدقة ماركوس أوغون. هلا ما هي كثير، هي يعني هي توحي اصلا، ما بتشخصي ولا تصلب لوحي ولا شيء، هي اصلا توحي بوجود التهاب عصب بصري خلف المقنع. هي بس فقط انه بتحصل عند المرضى المصابين بالتهاب عصب بصري خلف المقنع. هلا عندنا اذا كانت الاصابه ضمن جذع الدماغ، اصابه جذع الدماغ تعتبر من الاصابات الكلاسيكي لتصلب اللويحة، وتتميز بإصابة الأعصاب القحفية تبعا لكل مستوى من جذع الدماغ. كما نجد إصابة مميزة وهي إصابة الحزمي الطولاني الأنسي، هذا راح نحكي عنه. إصابة الأعصاب القحفية، إصابة الأعصاب المحركة للعين اللي هي الثالث والرابع والسادس، بيحصل عندنا شفع بسبب إصابة العصب السادس، وهي الإصابة الأشعة بالتصلب اللويحي، أشعة الأعصاب القحفية التي تصاب بعد العصب البصري. طبعا العصب البصري بيحصل فيه التهاب عصب بصري خلف المقنع، وبيحصل فيه عتمة مركزية. العصب المحرك للعين أشعة ما يصاب هو العصب السادس، وبيؤدي إلى حدوث الشفع. العصب مثلث التوائم بيؤدي لاضطراب حس الوجه وألم العصب مثلث التوائم. انتبهوا حتى ألم العصب مثلث التوائم قد يكون أحد تظاهرات التصلب اللويحي. العصب الوجهي غالبا ما بيتظهر على شكل لقوي مركزي، وهي الغالبي. طبعا اللقوي المركزي بتحصل إذا كانت الأذية قبل النواة، أو أحيانا بيتظهر على شكل لقوي محيطي بعد النواة وقبل خروج العصب من الجسر. انتبهوا يعني هون إصابة العصب وجهه ما بتكون بعد ما يخرج من الجسر، يعني هو بقى بتكون صارت إصابة محيطية. فإصابة العصب الوجهي الإصابة المحيطية تحصل بعد النواة لكن قبل خروج العصب من الجسر، ومثل ما بتعرفوا بتبقى داخل الجملة العصبية المركزية وليس على مسير العصب الوجهي مثل شلل بيل. إذا أصيب العصب الدهليزي أو العصب الثامن تحدث دوار ورقرة وغثيان وقيئات ورنح، يعني بتحصل المتلازمة الدهليزي المركزي أو المحيطي حسب موقع الإصابة. في حال إصابة الأعصاب القحفية التاسع والعاشر والإحداش والاثناش، تحصل عندنا أعراض الشلل البصري الكاذب أكثر من الشلل البصري الحقيقي. هلأ الشغلة المميزة بالتصلب اللويحة هي أذية الحزمي الطولاني الأنسي. هي تعتبر الإصابة السرية الأهم في سياق التصلب اللويحة والأكثر نوعية له، وهو اللي بيحدث شلل عينة بين النواة، أو بسموه شلل الحملقة بين النواة انتر نوكولار أوفثالمو بليجيا. هي كثير مهمة، شلل عينة بين النواة، وبتعتبر يعني نوعية لتصلب اللويحة. تعتبر إصابة الانترنيكولار أوثالمو بليجيا ثنائية الجانب، لما بتكون ثنائية الجانب تعتبر موجهة للتصلب اللويحة بنسبة 90% من الحالات. ففي حال مريض عنده شلل عيني بين النواة ثنائي الجانب، فهذا بشير لتصلب اللويحة، وبشكل أقل الإصابة تكون أحادية الجانب، لذلك كثير مميزين للتصلب اللويحي. حتى نفهم شو معنى الشلل الحملقة بين النواة أو الشلل العيني بين النواة، لازم نرجع نتذكر بعض الأمور، وهو التحديق المتقارن الوحشي. يقصد بالتحديق المتقارن الوحشي هو القدرة على تحريك العينين بنفس الاتجاه بأن ننظر إلى اليمين أو اليسار. يعني هذا التحديق المتقارن الوحشي أنه هو قدرة الشخص الطبيعي على النظر بتحريك العينين بشكل متوافق وبنفس الاتجاه إلى اليمين أو اليسار. فكيف بيحصل عندنا هالشيء هذا؟ مثل ما بتعرفوا العضلي المستقيمي الوحشي مسؤولي عن تحريك العين للوحشة، وهي تعصب من العصب المبعد العينة واللي هو العصب السادس.
أما العضلي المستقيمي الأنسي فهي مسؤولة عن تحريك العين للأنثى، وهي تعصب من العصب المحرك العيني يعني العصب الثالث، وهدول العضلتين وهدول العصبين هن مسؤولين عن التحديق المتقارن الوحشي. وبالتالي كمثال عندما شخص بد ينظر إلى اليسار هوني تتنبه نواة العصب المبعد اليسرى، نواة العصب السادس اليسرى، فتتحرك العين اليسرى نحو الوحشي، بينما تتنبه نواة العصب المحرك للعين اليمنى فبتنحرف العين اليمنى نحو الأنثى، وهذا هو الآلية حدوث التحديق المتقارن الوحشي. طبعا يعود الفضل في التواصل بين نواة العصب الثالث ونواة العصب السادس لما يسمى بالتشكيل الشبكة الجسري المجاور للخط الناصف، واللي برمزوا له بالبي بي آر إف، الباراميديان بونتاين ريتيكولار فورميشن. هذا هو المسؤول عن إحداث الاتصال بين نواة العصب الثالث ونواة العصب السادس، وبرمزوا له بالبي بي آر إف. هذا بيتلقى التشكيل الألياف الواردي من القشر الجبهي للعصب المحرك للعين، هاي اللي شايفينها بالصورة اللي بالأسفل، هاي الألياف القشري الواردي من القشر الجبهي للعصب المحرك العيني، وبيرسل تنبيه إلى نواة العصب المبعد في نفس الجهة. هاي نواة هوني العصب المبعد، نواة العصب السادس بالأسفل أبدوسانس نيكولاس، هي نواة العصب السادس، وعندنا أيضا بينتقل التنبيه إلى نواة العصب المحرك للعين في الجهة المقابلة عبر الحزمي الطولاني الأنسي الميديال لونجيتودينال فاسكولس. هي الحزمي الطولاني الأنسي هاونا هون، هي المرموز لها باللون الأحمر الـ MLF، هاي الحزمي الطولاني الأنسي. وهكذا عن طريق الاتصال هذا بيحدث التحديق المتقارن الوحشي. وهي الآلي بالصورة، الصورة A هي عند الشخص الطبيعي، الصورة B هي التحديق نحو اليمين، فتتحرك العين اليمنى بيحصل فيها تنبيه لنواة العصب المبعد اليمنى، أما العين اليسرى فبيحصل فيها تنبيه للعصب الثالث اللي بيعصب العضلي المستقيمي الأنسي، وبالعكس إذا بدنا ننظر نحو اليسار. فهوني بالحالة السليمة هي الصورة A، أما بالB بيحصل تفعيل للحزمي الطولاني الأنسي اليمنى لأنه النظر باتجاه الأيمن، وبالأيسر بيحصل تفعيل للحزمي الطولاني الأنسي باليسار. هلا هذا الشرح كله لنفهم شو معنى الشلل العيني بين النواة اللي هو بيحصل بسبب أذية الحزمي الطولاني الأنسي. فإذا حدث إصابة في الحزمي الطولاني الأنسي بيفقد هذا التشكيل الشبكة البي بي آر إف قدرته على التواصل مع نواة العصب المحرك للعين في الجانب المقابل، وتتفعل فقط نواة العصب المبعد في نفس الجانب. فبالتالي فإذا أصيبت الحزمة الطولانية الأنسية مثل ما ذكرنا بتفقد هذا الجهاز قدرته على التواصل مع نواة العصب المحرك العيني يعني العصب الثالث في الجانب المقابل، بتتفعل فقط نواة العصب المبعد في نفس الاتجاه. فإذا ستنظر إحدى العينين إلى الوحشة مع ظهور رأرأة فقط اللي بتكون نواة العصب المبعد اللي هي بتتنبه بنفس الجانب، فهون بيحصل عندنا فقط إحدى العينين بتتحرك نحو الوحشة ومع ظهور رأرأة فيها، بينما بسبب إذية الحزمة الطولاني الأنسي ستبقى العين الأخرى في مكانها، وهذا ما يسمى بشلل الحملقة بين النواة أو الانتر نيكولار أوفثالمو بليجا. هلأ كيف بدنا نميز جهة الإصابة الحزمة الطولانية الأنسية؟ منميز جهة إصابة الحزمة الطولانية الأنسية بالفحص بأنها تكون بنفس الجانب للعين التي لا يمكن تقريبها للأنثى خلال الحملقة. نفس العين اللي ما بتتحرك نحو الأنثى
أثناء الحملقة هي بتكون نفس جهة إصابة الحزمة الطولاني الأنسي. فإذا أصيبت الحزمة الطولاني الأنسي اليمنى فالعين اليمنى ستبقى في مكانها خلال التحديق نحو الأيسر، بينما العين اليسرى تنحرف نحو الوحشة وغالبا بيظهر فيها غرارة. تكون الأعصاب المحركة الخاصة بكل عين سليمة. الأعصاب المحركة يعني العصب الثالث بيكون لكل عين بتكون سليمة. فإذا قمنا بتغطية العين الأخرى فإن العين المفحوصة ستبدي سلامة الحركات كاملة، وكذلك أيضا بيحصل سلامة منعكس المطابقة، وهذا منعكس المطابقة نتحراه بطلب من المريض النظر إلى أنفه. فإذا طلبت المريض أن ينظر إلى أنفه فما بلاقي عنده أي مشكلة، أو إذا مثلا حطيت له جسم قلم مثلا قدام بمنتصف الساحة الرئوي الساحة العيني وقربته باتجاه الأنف فبتلاقي أن المريض بيتابعك بكلا العينين، وهذا هو منعكس المطابقة لأنه ما لا يعتمد على الحزمة الطولاني الأنسي في هذه الحالة، وإنما يلجأ إلى تفعيل نواة العصب الثالث فقط في كلتا العينين. هلأ هون هذا المخطط بيظهر شلل العيني بين النواة أو شلل الحملقة بين النواة في حال إصابة الحزمة الطولاني الأنسي اليسرى. فالعين اليسرى هي اللي بتكون ثابتة ما بتتحرك نحو الأنثى، بينما العين اليمنى بيحصل فيها انحراف نحو الوحشة وبيحصل فيها رأرة. أما في حال إصابة الحزمة الطولاني الأنسي اليمنى فبتبقى العين اليمنى هي ثابتة ما بتتحرك نحو الأنثى، بينما العين اليمنى هي اللي بينما العين اليمنى هي اللي بيحصل فيها انحراف نحو الوحشة وبتظهر على شكل رأرة. هلأ كملخص كيف يحدث شلل الحملقة بين النواة؟ تنتج هذه الإصابة عن أذية الحزمة الطولاني الأنسي، وباعتبارها مسؤولة عن تنظيم حركة العصب الثالث فسوف تتظاهر بعدم قدرة العين الموافقة لجهة الإصابة عن النظر نحو الأنسي. احنا بنميزها وقت اللي تطلب من المريض انه ينظر نحو الوحشة، فالعين اللي بتضل ثابتة ما بتتحرك نحو الأنسي هي اللي بتكون بالجهة الموافقة لجهة إصابة الحزمة الطولاني الأنسي. أما العين السليمة غالباً بتتظاهر تنحرف نحو الوحشة لكن بصير فيها رأرة. كيف يتم تمييزها عن إصابة العصب الثالث؟ بشكل أساسي من ميزة عن إصابة العصب الثالث أنه سلامة معكس المطابقة للأجسام القريب. يلاحظ سريرياً سلامة المطابقة للأجسام القريبة في حالة الشلل العيني بين النواة، يعني عندما بتطلب من المريض النظر باتجاه نقطة معينة ونقوم بتقريبها باتجاه أنفه، أو مثل ما وكأنك بتنقله بتحط قلم بمنتصف الساحة البصري وبتصير تقربه تقريب، فإذا كلا العينين عم ينظروا باتجاه القلم وما عنده مشكلة فيها فهذا بيكون عنده تقارب العينين سليم، وبالتالي بيكون هوني عنده إصابة بالحزمة الطولانية الأنسية. أما المريض اللي بيكون عنده شلل بالعصب الثالث فما بيحسن يقوم بهالحركة هي أو بالاختبار هذا. وأيضا بشلل العصب الثالث بتلاحظ في إصابات أخرى مثل الإطراق أو انسدال الجفن وتوسع الحدقة. هلا لاحظوا هالمريض هذا بالفحص السريري، المريض لديه إصابة بالحزمة الطولانية الأنسية اليمنى، لذلك لا يستطيع تقريب عينه اليمنى نحو الأنسي. انتبه على الصورة الأولى اللي على اليسار، المريض عنده إصابة بالحزمة الطولانية الأنسية اليمنى فبالتالي عينه اليمنى بقي ثابتة ما بيستطيع ينظر نحو الأنسي، أما العين اليسار فنظرت باتجاه الوحشة وبالتالي هو بيحدث فيها رأرة. وأيضا عنده لاحظ بالصورة اللي بالوسط عنده إصابة بسيطة بالحزمة الطولانية الأنسية اليسرى، يعني عنده إصابة بالحزمة الطولانية الأنسية ثنائية الجانب، عنده إصابة بالحزمة الطولانية الأنسية اليسرى. لاحظ أنه استطاع يحرك عينه نحو الأنسي لكن ما أخذت مداها، فعنده إصابة خفيفة. فالحزمة الطولانية الأنسية اليمنى مصابة أكثر من الحزمة الطولانية الأنسية اليسرى،
والعين اليسار نظر فيها باتجاه الوحشة وحصل عنده رأرأة. وأيضا لاحظ شلون الفاحص بالصورة الثالثة عم يفحص سلامة منعكس المطابقة، فهذا بدلنا أنه ما عنده إصابة بالعصب الثالث. إذا الإصابة عند هالمريض هذا بتكون ثنائية الجانب ولكن غير متناظرة، في جهة أشد من الأخرى. الصورة الأولى عنده إصابة بالحزمة الطولانية الأنسية اليمنى أشد من الصورة الثانية إصابة الحزمة الطولانية الأنسية اليسرى وعنده سلامة منعكس المطابقة. وهي في حال كانت إصابة الحزمة الطولانية الأنسية ثنائية الجانب فهي موجهة بشكل شبه مؤكد لتصلب اللويحي، لا تنسوها هاي. هلا أذية النخاع الشوكة من الإصابات الكلاسيكية المشاهدة في سياق تصلب اللويحة، 70% من المرضى يتطور لديهم أذية نخاعية تحدث في سياق التهاب نخاع مستعرض مثل الترانسفيرس مايليتس. أما احتمالية أن تكون الإصابة محصورة بالنخاع دون الدماغ فهي 20% فقط، يعني أقل من 20% من المرضى بتكون الإصابة محصورة فقط عندهم بالنخاع الشوكة دون إصابة الدماغ. عادة تظهر بأعراض حركية أو حسية أو ذاتية حسب مكان الإصابة، لكن لويحات التصلب المتعدد غالبا ما تأخذ بقعة محددة من النخاع ولا تمتد على عرض النخاع بشكل كامل. لاحظوا هون بالصورة، هاي الصورة بالزمن الأول بسموه T1، هون الإصابات تأخذ اللون الأسود وهون تظهر اللويحة في النخاع الرقبي. مكان السهم اللويحات هون بالزمن الأول بتأخذ اللون الأسود وهون الإصابة بالنخاع اللويحة التصلبية بالنخاع الرقبة. أما هون بنفس الإصابة كذلك لكن بالزمن الثاني هون بتظهر اللويحات باللون الأبيض. في بعض الأعراض والعلامات غير المألوفة وهي عبارة عن أعراض وعلامات تعتبر من معظمها نوعية إلى حد ما للتصلب اللويحة لكن حساسيتها ليست كبيرة، فإيجابيتها بتعزز تشخيص تصلب اللويحة لكن سلبيتها لا تنفي التصلب. أهم هذه التظاهرات هي علامة ليرمت وعندنا ظاهرة أوتهوف ارتفاع وانخفاض الحرارة، وأيضا في بعض المظاهر العابرة في التصلب اللويحة والصرم، بالإضافة للعديد من الأعراض الأخرى لمرض التصلب اللويحي مثل الاكتئاب والاضطرابات الذهنية، مشاكل في النوم واضطرابات في الوظيفة الجنسية والدور. هلأ راح نفصل ببعض هاي الأعراض والعلامات. هي علامة ليرمت تشاهد عند 40% من المرضى المصابين بالتصلب اللويحي، فبيحصل عند المريض عند عرض الرقبي نحو الأمام حس إحساس تيار كهربائي عابر من الرقبة إلى العمود الفقري والأطراف وقد يصل حتى أخمص القدمي. مثل هذه الصورة عند القيام المريض بعطف الرقبة نحو الأمام بيشعر بسريان تيار كهربائي على طول العمود الفقري وقد يصل إلى أخمص القدمي. طبعا هاي العلامة بسموها علامة ليرمت ليست نوعية للتصلب اللويحي وتشاهد أيضا في حالات مرضية أخرى عديدة على مستوى النخاع الرقبة، وأهمها قد تشاهد في تنكسات العمود الرقبة حتى المرضى المصابين بالديسك الرقبي ممكن تظهر عندهم، وأيضا قد تشاهد في عوز الفيتامين B12 لأنه مثل ما بتعرفوا عوز الفيتامين B12 بيؤدي على مستوى الجمل العصبي المركزي بيؤدي للتنكس المشترك تحت الحاد في النخاع الشوكي. عندنا ظاهرة أوتهوف هي تعد كثيرة مشاهدة في سياق التصلب اللويحي، فعند ارتفاع حرارة الجسم في الطقس الحار جدا أو الاستحمام بالماء الساخن أو الجهد أو بحالات الحمى تحدث تبدلات بنيوية وفيزيولوجية في المحاور مزالة النخاعين، فبتؤدي لتباطؤ سرعة النقل فيها وبالتالي تسوء أعراض المريض كالتعب والأعراض البصري. هاي بسموها ظاهرة أوتهوف عند ارتفاع الحرارة تظهر هاي الأعراض. تحدث ظاهرة أوتهوف عند المرضى الذين لديهم إصابة عينية وبالأخص التهاب العصب البصري، بيتطور لدى هؤلاء المرضى ظلمات أو عتمات بصرية عابرة واضطراب في تمييز الألوان.
تكون هذه الظاهرة مؤقتة وتزول الأعراض بعد عودة الحرارة إلى الطبيعي خلال ساعة إلى 24 ساعة، ولكن من المهم التفريق بينها وبين الهجمات الحادة للمرض لاختلاف العلاج بين الحالتين. هاي فقط أنه تحصل أعراض عينية عتمات عند ارتفاع الحرارة ويسموها ظهر أوتو. هلأ في عنا مظاهر عابرة في التصلب اللوحي، وهي عبارة عن نوبات قصيرة الأمد لا تستمر أكثر من 90 ثانية وتتكرر خلال النهار، ويحدث فيها ظواهر حسي وحركي وعيني أو حركات لا إرادية مثل تشنجات الأطراف أو حركات رقص أو حركات كنعي. قد تختلط بالنوب الصرعية الجزئية بشكل كبير، لكن يجب التفريق بينها، وذلك عن طريق إجراء تخطيط الدماغ. فبالمظاهر العابرة بالتصلب اللوحي لا نشاهد انفراغات كهربائية شاذة خلال حدوث هذه التظاهرات، وعدم وجود أعراض مثل تغيم الوعي والنسمات. قد يحصل اضطراب بتنظيم الحرارة، فبيحصل ارتفاع وانخفاض بالحرارة، وهي عبارة عن ظاهرة نادرة تحدث بسبب خلل في المراكز المنظمة للحرارة في الوطاء، حيث تنخفض الحرارة لحد 31 درجة مئوية وترتفع أحياناً ل 40 درجة مئوية بشكل مفاجئ، وبكون غير ناجمة مثلاً عن التهاب أو إنتان. الصرع يشاهد في 3-5% من الحالات، وقد يأخذ شكل الصرع الكبير أو الجزئي، يلجأ لتخطيط الدماغ الكهربائي لتأكيد التشخيص، وعطم الصرع المشاهد بتصلب اللوحي يستجيب بشكل جيد على العلاج، وأحياناً قد لا يحتاج إلى علاج. من الأعراض والعلامات الأخرى التي قد تشاهد في سياق تصلب اللوحي، تشاهد في الأنماط المترقي من المرض التعب والتشنج والاضطراب الإدراك والألم، الأعراض البولية والإمساك وعدم تحمل الحرارة. عندنا متلازمات مخيخية مثل رمح مخيخي في حال إصابة السبل المخيخي الواردي أو الصيدرة، ومن ميزات الإصابات المخيخية الشديدة أن المريض لا يستطيع الوقوف على قدميه أبداً في حال إصابة المخيخي الشديدة. التعب، انتبهوا، أهم عرض يشكو منه المريض في التصلب اللوحي. فإذا نسأل أهم عرض في التصلب اللوحي فهو التعب، يتواجد عند كثير من المرضى ويكون شديدا ولا يرتبط بكمية ونوع النشاط العضلي، يعني غير متوافق مع كمية الجهد المبذول، وقد يعني يؤدي إليه عدة أسباب، أهمها فقر الدم، اضطرابات الغدد الدرقية والاكتئاب، اضطرابات بالنوم والأثار الجانبية للأدوية والأذيات الحركية. هلأ كتير شائع أنه بيحصل الاكتئاب عند مرضى التصلب اللوحي، بيعاني 30% من مرضى التصلب اللوحي من الاكتئاب، ومن ممكن أن تترافق كل الاضطرابات العصبية المركزية طبعا مع الاكتئاب. بيتشاهد الاكتئاب والقلق بكثير من التظاهرات، ويجب التمييز بينهما جيدا، لأن لكل منهما طريقة للعلاج وأدوية خاصة. طبعا في بعض الأمراض العصبية المتقدمة يحدث ضحك أو بكاء لا إرادة كالتصلب اللوحي أو الشلل البصري الكاذب. هون بيحصل عند بعض المرضى اللي عندهم شلل بصري كاذب، هو مثل ما ذكرنا قلنا لكم عليه قبل مرة، عدم ثبات انفعالي أو عدم ثبات عاطفي، فبتلاقي المريض بيضحك وبيبكي بدون سبب، وأحيانا بشكل يعني متتابع، بتلاقي مثلا دقيقتين ثلاثة عم يضحك، بعد 4-5 دقائق بلش يبكي وعمل مناح. فهذا هو عدم الثبات الانفعالي، بتشاهد عند المرضى المصابين بشلل البصري الكاذب، وايضا عند مرضى التصلب اللوحي. ولكن بهالحالات هي يجب تفريقها عن البكاء بسبب الاكتئاب اللي بيكونوا عند مرضى التصلب اللوحي. احيانا في بعض المرضى بيصل عندهم الحبور او النشوي الايفوريا، وهي بتعني انه المريض بيكون مشلول او مقعد لكنه سعيد وضاحك، يعني بيحصل عنده افتراق بين الحالة الجسدي والنفسي، وهو مميز بشكل كبير للتصلب اللوحي. الخلل المعرفة ديسغونوزيا، طبعا تقريبا 45-65% من المرضى بيشكوا من تراجع بالملكات الذهنية والعقلية،
وذلك لوجود أدية واسعة بالقشر والمادة البيضاء، مما يسبب مزيجا من العتاهة القشرية وتحت القشري. اضطرابات المشي الجايت ديسوردرز تعد اضطرابات المشي من المظاهر السريرية الشائعة في سبب تصلب لوحي، وتنتج عن عدة أسباب: الضعف العضلي والتعب والرنح المخيخة، الآلام العصبية والأمراض المرافقة خارج الجملة العصبية، أيضا بسبب التراجع الذهني وإصابة الحس العميق والسباستيسيتي التشنج اللي بيحصل عند مرضى التصلب اللويحي، وبسبب الآلام العصبية واضطرابات الرؤية. اضطرابات الجملة الذاتية، إصابة المسرات، يشكو أكثر من 75% من مرضى التصلب اللويحي من مشاكل في المسرات البولية، وحين يكون الخلل مركزيا يعني على مستوى الجملة العصبية المركزية على مستوى الدماغ بيتظهر بفشل تخزين ومثاني تشنجي، وهي الحالة الأشعة. يعني المريض بصير عنده مثاني تشنجي من تنزل 50 سي سي أو 100 سي سي على المثاني، يشعر أنه بده يبول، فهي المثاني التشنجي وهي الحالة الأشعة. أو عندما يكون الخلل محيطيا يعني على مستوى النخاع الشوكة، فأنه يتظهر بفشل تفريغ ومثاني رخوي، يعني المريض ممكن يحصل عنده أثر بولي أو احتباس بالبول. بينما تكون إصابة المسالك البولية العلوية كالاستسقاء مثلا نادرة في التصلب اللويحة، بتتجلى اضطرابات المسار الشرجي عند أكثر من 50% من المرضى، ويكون الإمساك أشيع من الإسهال. طبعا قد يحدث لديهم إسهال، ولكن عادة الإمساك يكون هو الأشيع، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى. الضعف الجنسي، يعاني الرجال من ضعف انتصاب واضطراب بالقذف، أما النساء فيعانين من فقد الرغبة الجنسية ونقص بالمفرزات المهبلية. هلأ التشخيص، يوجد عدد من المعايير العالمية التي تهتم بتشخيص المرض، أهم معايير ماكدونالد ومعايير تاني. أهم اللي بيهمنا أنه التشخيص السريري مع استقصاءات. بشكل أساسي يتم التشخيص بشكل سريري في المقام الأول، والشرط الأساسي للتشخيص هو التبعثر في الزمان والمكان، وهي مثل ما ذكرنا من أهم ميزات الإصابة بالتصلب اللويحي. أولاً نبدأ بتحديد نموذجية الأعراض، حيث تتضمن الأعراض النموذجية للمرض، هي ما تنسوها: إصابة العصب البصري وخصوصاً التهاب العصب البصري خلف المقلي، متلازمات جذع الدماغ مثل شلل الحملقة بين نوع، وإصابة الأعصاب القحفية ضمن جذع الدماغ كألم العصب مثلث الدوائن، إصابة النخاع الشوكي مثل التهاب النخاع المعترض، وأيضاً متلازمات مخاخية. ثم نقوم بتحديد موضوعية الأدلة السريرية، حيث في حال وجود التهاب عصب بصري أو شلل الحملقة بين النوى أو التهاب النخاع المستعرض، هي أدلة موضوعية تزيد من قوة التشخيص. يعني هدول بتكون ميزتهم أو قيمة التشخيصية بتكون عالية كتير. أما في حال وجود شفع أو اضطراب حسي، فهي تعتبر أدلة شخصية لكن ليس بدلة بقوة الأدلة الموضوعية. الأدلة ذات القيمة التشخيصية هي التهاب العصب البصري وشلل الحملقة بين النواة والتهاب النخاع المستعرض، هذول لهم قيمة تشخيصية عالية كتير عند مرضى التصلب اللويحي. تقييم اضطرابات الرؤية، أول شيء بالفحص السريري نقوم بفحص القدرة البصرية، حيث يلاحظ انخفاض في حدة البصر، وأيضا بفحص الساحة البصرية يتم كشف العتمي المركزي. كما نقوم بفحص منعكس الحدقة للضياء لكشف أذية المنعكس الحدقي الوارد اللي بيؤدينا لحق دقيق ماركوس جون. كما نقوم بفحص قرع العين والذي يكون في أغلب الأحيان سليما لأن التهاب العصب البصري يكون خلف المقلي. أما التهاب العصب البصري بحد ذاته فهو يؤدي إلى حدوث وزني بحلمة عصب البصري، أما إذا كان التهاب العصب البصري خلف المقلي فما بتشاهد وزني حلمة عصب بصري. أيضا يتم إجراء اختبار الـ OCT، هذا بسموه الـ Optical Coherence Tomography، وهي عبارة عن تقنية من تقنيات التصوير تسمح بأخذ صور مقطعية رقيقة من الشبكية واكتشاف اعتلالات الحادي أو المزمني للشبكية. في عنا فحص مهم، وهذا كان
من فترة شي 20 سنة من أهم الوسائل التشخيصية، لكن هلأ صارت أهميته التشخيصية قليلة، هو اختبار الكمونات المثارة بصريا وبسموه الفيجوال فوق بوتنشال، وحتى أحيانا أيضا كان يستخدموا كمونات مثارة بصريا، هذا اللي راح نحكي عنه، وأيضا كمونات مثارة سمعية. طبعا يعتبر من الاستقصاءات المساعدة في تشخيص تصلب اللوحة، وهو اختبار يقيس الإشارة الكهربائية المتولدة في القشرة القفوي عن طريق إلكترودات موصولة إلى الرأس، وذلك استجابة للتنبيه البصري، ويختبر بذلك سلامة الطريق البصري كاملة. القيمة الطبيعية لزمن الموجي بي 100 هي حوالي 110 ميلي ثانية، وتعتبر زيادة الموجي بي 100 عن 125 ميلي ثانية نوعية جدا للإصابات المزيلة للنخاعين على طول العصب البصري بسبب بطء النقل السيالي العصبي، وبالتالي بيؤدي لزيادة زمن البي 100. هلا راح نفرجيكم مخطط عنه، ونكون قد توجهنا بشكل كبير للإصابة بالتصلب اللوحي. أما في حال تناقص سعة الموجي بي 100 أو غابت بشكل كامل، فإن ذلك يدعم إصابة المحاور العصبية أو سوء في توصيل إشارة عصبية، وليس الإصابة المزيلة للنخاع. هلا هون طريقة إجراء الكمونات المثارة بصريا، توضع إلكترودات على المناطق القفوية والجدارية من دماغ المريض، وتسجل الكمونات المثارة عن طريق تنبيه العصب البصري. فبتلاحظوا المخطط اللي بالأسفل على اليمين بيظهر زيادة في زمن الموجي، هاي بسموها البي 100، زيادة الطبيعي هو لحدود 100 ل 110 ميلي ثاني. أما عند مثل ما كنتم شايفين بالتخطيط بالصورة اللي الأسفل على اليمين، زادت ل 130 ميلي ثاني، وهي تعتبر من الإصابات الموجهة أو الإصابات الوصفية للإصابات المزيلة للنخاعين أو تصلب اللويحة. أما المخطط السفلي اللي باليسار فبيلاحظ فوق هو الموجي الطبيعي وتقريبا طوله 100 ميلي ثاني، أما بالمخطط السفلي فصارت تنقص مع الزمن، وهذا هون بيشير إلى إصابة المحاور العصبية غالبا، وهي من الاختبارات اللي يعني بتساعد تشخيص تصلب اللوحة. هلأ بننتقل للتشخيص الشعاعي. يشكل التصوير بالرنين المغناطيسي الوسيلة الشعاعية الأفضل لدعم المعطيات السريرية. انتبهوا، يعتبر وجود إحدى الحالتين الثالثتين كافي لتشخيص تصلب متعدد سريريا دون اللجوء للتصوير الشعاعي بالرنين المغناطيسي، إما وجود هجمتين أو أكثر مع أدلة موضوعية سريرية في موقعين تشريحيين أو أكثر. يعني إذا المريض عنده هجمتين أو أكثر من هجمات تصلب اللوحي موضوعي سريري في موقعين تشريحيين أو أكثر، مثلا يكون عنده إصابة بحزمة طولانية أنسية أو شل بالتحديق بين النواة بالجانبين، أو يكون عنده التهاب عصب بصري خلف المقلي، فهذا بشخص تصلب اللوحي، أو وجود هجمتين أو أكثر مع أدلة موضوعية سريري في موقع لكن في موقع تشريحي واحد، وبوجود سوابق لهجمات بأدلة موضوعية سري في موقع تشريحي آخر. أما عند عدم كفاية الأدلة السرية الموضوعية، نقوم بتقييم التبعثر في المكان والزمان عن طريق الإمرار، وهو حقيقة يعني بكل الأحوال حتى لو كان عندك أدلة سرية موضوعية ما رح يعني تعالج المريض إلا تعمل تصوير بالرنين المغناطيسي. ولكن ك يعني معايير، إذا توفر هالمعيارين السريريين عند المريض فهو بشخص تصلب اللويحة سريريا. ولكن أنت بالأصل ما رح يعني تكتفي فقط بالتشخيص السريري، لازم تعمل تصوير رنين مغناطيسي أولا للتشخيص، وثانيا للمراقبة في حال حدوث إصابات مستقبلا، لأنه قد يكون عندك صورة على الأقل معيارية لتشوف اللويحات التصلبية الجديدة. على معايير التبعثر في المكان، يجب تواجد لويحة أو أكثر بيضوية متجانسة قطرة من 3 ملم إلى 3 سم ضمن 2 من 4 أماكن نوعية. هي كثير مهمة بالتصوير الشعاعي لمرضى تصلب اللويحة، إما أن تكون حول البطينات وتكون عمودية عليها، هي بتكون كثير وصفية أن تكون اللويحات التصلبية
في المادة البيضاء حول البطينات، وبتكون خصوصا إذا كانت عمودية على البطينات هي بتشير كثير لتصلب اللويحة، أو أن تكون مجاورة للقشر أو قشري كورتيكال، أو بتكون تحت الخيمة في جذع الدماغ أو في النخاع الشوكي. طبعا لا يكون لعدد اللويحات أهمية، وإنما فقط لموقع ووصفة، أهم شيء الموقع والوسط، ولكن عددها ما بيكون له أهمية. التهاب العصب البصري هو عرض سريري موضوعي، ولكن ظهوره على صورة الإمراي لا يعتبر من معايير التبعثر في المكان. فالتهاب العصب البصري هو معيار سريري مميز يعني وموضوعي، لكن اللويحة التصلبية اللي بتظهر بالعصب البصري لا تعتبر من معايير التبعثر على الرنين المغناطيسي. لاحظوا هون الصورة اللي باليمين، لويحة حول البطينات، لاحظوا هون بالأسفل في عندنا لويحة وعمودية على البطينات، أما باليسار فعندنا لويحة قشري أو لويحة مجاورة للقشر. هاي اللويحات اللي بتكون بلون أبيض فوق الجسم السفني. هاي هوني لويحات تصلبية بالنخاع الشوكي، لاحظها هون هذا بالزمن الثاني بتاخذ اللون الأبيض، هاي على مستوى النخاع الشوكي. أما هون اللوحات تصلبية على مستوى جذع الدماغ. وهون أيضا نفس الصورة لكن بزمنين مختلف. معايير التبعثر في الزمان، يجب تواجد أحد معايير التاليين شعاعياً لتحقيق التبعثر في الزمان، ووجود لويحات معززة وأخرى غير معززة للجادولينيوم في الزمن الثاني بنفس الصورة حتى لو كانت أول صورة للمريض. يعني أنه بتلاحظ بالتصوير الضليل بالرنين المغناطيسي بعد حقن الجادولينيوم في الزمن الثاني وجود لويحات بتعزز المادة الضليلية ولويحات غير معززة، أو وجود لويحات جديدة بإشارة عالية في الزمن الثاني يعني بتكون معززة، أو لويحات معززة للجادولينيوم على الزمن الأول في صورة رنين مغناطيسي بالمقارنة مع صورة سابقة للمريض. دائما نلجأ للحقن بالجادولينيوم لنرى البؤر الحديثة التي تعزز المادة الضليلة وتكون عالية الإشارة على التصوير بالرنين المغناطيسي في الزمن الأول وتبقى معززي لمدة شهر تقريبا. هاي شغلة كثير مهمة بالتصوير بالرنين المغناطيسي عند مرضى تصلب اللويحة، الحقن بالجادولينيوم وهو هدف أساسي رؤية البؤر الحديثة، وبتبقى معززي للإشارة تقريبا لمدة شهر. من الأمور التي يلجأ إليها هو دراسة السائل الدماغي الشوكي، في حال لم تكون الصورة السريرية والتصوير الشعاعي كافيين لتشخيص تبعثر في الزمان نلجأ لدراسة السائل الدماغي الشوكي، حيث نقوم بدراسة الرحلان الكهربائي لبروتينات السائل الدماغي الشوكي. نستفيد من هذا الاختبار عندما لا يتحقق عند المريض معايير التبعثر في الزمن. أهم شغلة نلاحظها بالسائل الدماغي الشوكي عند المرض المصابين بتصلب اللويحة هو وجود توزع قليل النسائل بسموها الأوليغو كلونال باندز، وبتكون على حساب الاي جي جي، وهو يعتبر من أهم الموجودات في السائل الدماغي الشوكي، بكون إيجابي عند 95% من المرضى تقريبا، وخاصة عند القيام به بطريقة الإليزا. يعني أهم شيء أنه تحفظه أنه يكون عند المريض مرض تصلب اللويحة إيجابي بالأوليغو كلونال باندز وبتكون على حساب الاي جي جي، ويجب دائما مقارنته مع رحلان البروتينات البلازما. طبعا هذا الرحلان اللي عم نحكي عليه وجود التوزع او الحلقات او الاشرطه قليله النسائل هذا بالسائل الدماغي الشوكي، ويجب دائما مقارنته مع رحلان بروتينات البلازما لنفي الحدث الالتهاب.
أيضا عند المرضى المصابين بالتصلب اللويحي قد نجد ارتفاع في تعداد الكريات البيض، وغالبا بيكونوا على حساب اللمفاويات، وأيضا بيرتفع البروتين ضمن السائل الدماغي الشوك. هون طريق بعد ما نأخذ بزل السائل الدماغي الشوكي، وهون تم إجراء الرحلان البروتينات السائل الدماغي الشوكي بالأعلى، هو التوزع الطبيعي لرحلان البروتينات السائل الدماغي الشوكي. أما بالأسفل لاحظوا بمنطقة القمة بالأعلى عند الشخص طبيعي ما فيها هاي الأوليغونولان بانز أو الشرائط الوحيد النسيلي، أما بالأسفل طلع هوني بتلاقي أنه بمنطقة القمة اللي هي تكون بتحوي على الآي جي جي في شرائط وحيد النسيلي، هاي تكون يعني موجهة للإصابة بالتصلب اللويحي. وأيضا هذا مخطط رحلان بروتينات السائل الدماغي الشوكي، المخطط اللي باللون الأسود طبعا انتبه، واحد هو قمة البري ألبومين، اثنين هو الألبومين، ثلاثة هي الألفا 1، وأربعة هي الألفا 2، وخمسة الترانسفيرين، والستة هي البيتا، والأخيرة هي قمة القمة جلوبالي. لاحظ هذا المخطط اللي باللون الأسود هو مخطط طبيعي، أما المرضى اللي بيكون مصابين بالتصلب اللويحي فهني بيحصل عندهم المخطط اللي باللون الأحمر، ولاحظ وجود ذرة في منطقة القمة جلوبولين، وهي هي اللي بتمثل الأوليغو كلونال باند. وهذا أيضا مقارنة عند الأشخاص الطبيعيين بالأسفل، الشخص الطبيعي لاحظ بالرحلان السائل الدماغي الشوكي، عند الشخص الطبيعي الأوليغو كلونال بانز بالأسفل بتكون غائبة، أما عند المرضى اللي مصابين بالتصلب اللويحي فبتلتقى عندهم الأوليغو كلونال بانز بتكون موجودة بالسائل الدماغي الشوكي. هلا التشخيص التفريقي ل التصلب اللويحي، هناك اعتقاد شائع وهو خاطئ بأن أي هجمة مزيلة للنخاعين ضمن الجملة العصبية المركزية تعني تشخيص التصلب اللويحي، ولكن بهالحالات يجب أن لا يتسرع الطبيب ويشخص المالتيبل سكلوروسيس عندما يتعرض المريض للهجمة الأولى، لأن التشخيص التفريقي يشمل عددا من الأمراض التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي قد تكون آفات بنيوية مثل تضيق الفقرات الرقبية أو أورام نواسير أو تشوهات شريانية وريدية، بعض أنواع العوز مثل نقص الفيتامين B12، نقص الفيتامين E وعوز النحاس، أسباب إنتانية إما إصابة بفيروس HTLV1 أو داء لايم، أو عندنا نوع هلا ندرسه BML اللي هو الإصابة بفيروسات GC فيروس، وعندنا الإصابة بالإيدز، حالات أخرى مثل الساركوئيد والتهاب النخاع والعصب البصري، هاي بسموها النورمايلاتيس أوبتيكا، واعتلال النخاع في سياق متلازمات نظيرية ورمية، والتصلب الجانبي البدئي، واعتلال النخاع المرافق لقصور الكظر، وأحيانا داء دواء اللي هو من الأدوية بسموها المونوكلونال أنتيبادي، الضاد وحيد النسيلي، دواء اسمه الناتالي زوماب منعالج فيه اصلا تصلب اللويحي، واحيانا لازم يستخدم عند مرضى داء كرون، فهو احيانا بيؤدي لحدوث ظهور لويحات تصلبي. ايضا اسباب وعائي، اسباب استقلابيه، والتدخين والكحول. راح نشرح بعض الامراض بالتشخيص التفريقي، عندنا داء اسمه داء ديفيك او التهاب النخاع والعصب البصري، هذا اسمه النورومولايتيس اوبتيكا، بسموه داء ديفيك، هو عبارة عن مرض مناعي ذاتي مزيل للنخاعين بشدي، يستهدف محاور العصب البصري والنخاع الشوكي بشكل أساسي. انتبهوا من هنا أتت التسمية التهاب النخاع والعصب البصري، لأنه بشكل أساسي هو بيصيب المحاور النخاعين بالسبيل البصري بالعصب البصري وبالنخاع الشوكي. يعتقد أن العامل الأهم في آليته الإمراضية هو وجود الضاد ضد قنوات الماء بسموها أكوبورين 4،
وتعتبر خاصة ونوعية لهذا المرض. على عكس التصلب اللوحي تكون إصابة النخاع هنا طويلة حيث تستهدف 3 شدف نخاعية على الأقل. لتشخيص نورومولاتيس أوبتيكا يجب تواجد الأذية النخاعية والأذية البصرية، لازم تتواجد عندنا أذية نخاعية وأذية بصرية مع توافر 2 من الثلاثة التالي: آفي في النخاع الشوكي طويل الشدف ولكن بشرط أنه تمتد لأكثر من 3 شدف نخاعية، تصوير الدماغ الأولي بالرنين المغناطيسي لا يستوفي معايير تشخيص المالتيبل سكلوروسيس، أيضا تواجد أضداد القنوات اللي حكينا عنها، أضداد الأكوبورين 4 في المصل. أيضا يمكن للأنترفيرون المستخدم في علاج تصلب اللويحي أن يسيء لمريض ديجي. طبعا هلأ راح نحكي بالمعالجة، نستخدم عادة الأنترفيرون بيتا، فالمرضى اللي خطأاً شخصوا على أساس تصلب لويحي وبيعطوا الانترفيرون فممكن يسيء لمرض ديفيك. طبعا هون الصوره ما واضحه، طبعا تكون صوره من عندي لداء ديفيك. مثل ما كنتم لاحظين بها صوره الرنين المغناطيسي واضحه عندكم. ايه واضح هوني، لاحظوا الآفي المزيدي للنخاعين تمتد تقريبا من مستوى C4 يعني الفقرة الرقبية الرابعة إلى مستوى تقريبا T2 يعني الظهرية الثاني، فهي شرط الأساسي أنه تمتد اللويحات المتصلبية على 3 شدف نخاعي على الأقل، فهوني ممتد من C4 لT2 فهي كثير كبيرة. عادة اللويحة التصلبي اللي بتجاهد بتصلب اللويحة بتشمل يعني بتكون صغيرة، ما بتكون والله ممتدة على أكثر من شد في نخاعي، فهوني هذا مميز للنيورومولاتيس أبتيكا. وهوني أيضا ممكن ما نلاحظين بنفس الصورة، هوني هي الزمن الأول وهذا الزمن الثاني، وأيضا لاحظوا هون في إصابة تصلبي بالعصب البصري، فهذا مشخص للنورومالاتيس أوبتيكا. هلا بنرجع لمحاضرتنا. عندنا من التشخيص التفريقي نوع بسموه التهاب الدماغ والنخاع المنتشر الحاد، هذا بسموه داء إيديم، هو رمز لأكوت ديسيمينيتد إنسيفالوميلاتيس، التهاب الدماغ والنخاع المنتشر الحاد بمزيل الإيديم. هذا عبارة عن مرض مناعي ذاته حاد مزيل للنخاعين بصيب بالجملة العصبية المركزية وبينتشر أكثر عند الأطفال واليافعين، وبتميز بأنه يأتي على شكل هجمي وحيدي، فقط تحصل هجمي وحيدي لكن البؤر بتكون عديدي وعديدي جدا، والتي تكون عالية الإشارة في المادة البيضاء كما تشمل الإصابة على المادة السنجابية يعني القشر والنويات القاعدة. غالبا هذا المرض ميزته غالبا ما بيحدث بعد انتهاء طرق تنفسي علوي فيروسي أو بعد أعطاء اللقاح، ويقابل عادة يعني مقابله هو مرض جيلان باري ضمن الجهاز العصبي المركز. راح أفرجيكم صورة عن هذا داء إيديم أو التهاب الدماغ والنخاع المنتشر الحاد، لأنه ضروري يميزهم عن تصلب اللويح. هذا الصورة الرنين المغناطيسي بداء إيديم، لاحظوا وجود لويحات تصلبية متعددة ومنتشرة في المادة البيضاء وتحت وبالقشر وتحت القشر، فهذا مو تصلب لويحي، هذا اللي مسميناه الأكوت ديسيمينيتد مايلو إنسيفالو باثي. ولاحظوا هون الإصابات، هاي صورة تانية، الإصابات منتشرة كتير بالدماغ. هذا غالبا ما بيحصل بعد انتان فيروسي او بعد اعطاء لقاح. هلا في عندنا نوع اسمه حفل المادي البيضاء اللوكو ديستروفي، هون بتشتمل على عده انماط لكن منها ميزاته الشعاعيه والاستقلابيه
لكل منا ميزات وشعي والاستقلابي وسري، تكون الإصابة فيها شاملة للمادة البيضاء وليست بقاعية، غالبا ما تترافق بإصابات أخرى خارج جهاز العصبة كضخامة الأحشاء أو قصور الكدر، عادة ما يشاهد في العقود المبكرة عكس تصلب اللويحة. عادة تصلب اللويحة هو مرض الشباب والشابات خصوصا بالعقد الثالث والرابع. طبعا ما بعرف ليش هون هو مذكور، عادة هو نسبة إصابته للإناث أكثر وخصوصا عند الشابات بالعقد الثالث والرابع من العمر. في عنا البي ام ال، هذا اعتلال المادة البيضاء متعدد البؤر المترقي بسموه بروجريسيف مالتي فوكال لوكو انسيفيلو باثي، هذا البي ام ال. طبعا هذا الاطلاع حتى ما توجعوا راسكم كثير، هو اعتلال مزيل للنخاعين، تكون فيه نسبة الوفيات عالية جدا، بيظهر عند مناعيا، بيحصل عندهم إعادة تفعيل فيروس الجي سي، بيظهر بإصابة واسعة في المادة البيضاء مثل ما كنا شايفين بصورة الرنين المغناطيسي جانبا، تعزز المادة الضليلي بشكل، وقد تكون أيضا متعددة البؤر، تتراوح الأعراض بين رنح وشلل واضطرابات بالرؤية وتغير في الحالة العقلية. وحتى الآن لم يتوصل العلماء لعلاج نوعي للبي ام ال. هلأ هاي الحالات السرية تطلعوا عليها للاطلاع، فيكم تابعوها حتى ما نضيع وقت كثير ونطول عليكم. هلأ التدبير لتصلب اللويحة، التدبير العام قبل البدء بتفاصيل المعالجة لا بد من التأكيد على أهمية تثقيف المريض وشرح المرض له وإيضاح الحقائق المتعلقة بالمرض وشرح كافة التفاصيل الضرورية للمريض وأفراد عائلة، والأهم هو نقد مفهوم الإعاقة الحتمية المستقبلية، لأنه هو يعني وقع المرض على المريض بيكون كتير صعب لما بتقول له والله أنه عندك تصلب لويحي، لأنه غالبا بيشوفوا أنه مرضى أصبحوا مقعدين، فهو بيفكر أنه كل المرضى راح يكونوا نفس الشيء. وتشجيع المريض على مزاولة أعماله ومتابعة حياته بالشكل الطبيعي الاعتيادي، ومن المفضل أن يتم التأكيد على ذلك في المتابعات السرية اللاحقة. هلأ عندنا تدبير للهجم الحادي ومعالجة دائم. تدبير الهجمي الحادي، يوجد في الهجمي الحادي فعالية التهابية ووزني ضمن الجملة العصبية المركزية، وهي المسؤولة عن ظهور الأعراض الجديدة حسب مكانها. لذلك فإن المعالجة المختارة عادة هي بسموها الفلاش ثيرابي، تسريب وريدة بجرعات عالية من الميثيل بريدنيزولون بجرعة 500 ل 1500 ميلي جرام في اليوم لمدة 5 أيام، طبعا مع مراعاة التأثيرات الجانبية وعدم وجود مضادات استطباب لإعطاء الكورتيزون، وقد نضطر للاستمرار به حتى شهر أو شهرين حتى تزول الأعراض بشكل كامل. تشير الدراسات إلى أن إعطاء الميتيل بريدنيزولون فمويا أيضا يعطي نفس نتائج التسريب الوريدة، وهذا يلغي ضرورية تواجد المريض في المشفى. في حال عدم استجاب المريض على الستيرويدات وريديا او عدم القدره على اعطائه، يمكن اللجوء لاعطاء الاي سي تي اتش عضليا او تحت الجلد. اما في حال عدم القدره على اعطاء الاي سي تي اتش او عدم الاستجابه لها، نلجا للحل الاخير وهو اصطدام البلازما. النوع الثاني من المعالجات هو المعالجات المعدله لسير المرض، وهي العلاجات بتقلل من تواتر الهجمات وبتحسن السير السري للمرض. قد نكتفي في الحالات البسيطة التي تراجعت أعراضها عفويا وبدون فعالية شعاعية شديدة بالمراقبة فقط دون علاج، وذلك لأن الأدوية المستخدمة تعتبر أدوية قوية جدا وقد تطغى يعني التأثيرات الجانبية على المحاسن اللي بتقدمها للمريض. اختيار الدواء المناسب للمعالجة، فقط تحفظ بس الأدوية المعدلة لسير المرض، تشمل الأدوية المعدلة لسير المرض كل من الانترفيرون بيتا 1A و1B، انتبهوا الانترفيرون بيتا وليس الانترفيرون ألفا أو جاما.
عندنا كمان الفينجو ليمويد والجلاتيمير، وعندنا التري فلو ناميد. هذول الأدوية اللي تستخدم تصلب اللويحة، وهي تعتبر من الأدوية المعدل لسيل المرض، بالإضافة إلى الأضداد الوحيد التناسلي وأشهر مركب اسمه النتالي زوما. نضع في الحسبان سمية الأدوية من جهة وفعاليتها من جهة أخرى. يفضل في بداية المرض وفي الحالات البسيطة البدء بالإنترفيرون نظرا لقلة تأثيراته الجانبية، ولكن بوري كون المرض غير شديد بعد، يعني في بداية الهجمة. نلجأ للتريفلوناميد عند فشل الانترفيرون وفي الحالات متوسطة الشدة من المرض. أما عندما يحصل تقدم للمرض وتدهور للأعراض فنتوجه للأدوية ذات السمية الأعلى والفعالية الأكبر، هي مثل مركبات الأضداد الوحيد النسيلي النتالي زومار مع مراقبة الحثيثي لتأثيراته الجانبية المتوقع. طبعا بشكل مختصر دواء النتالي زوماب هو من الأضداد الوحيد النسيلي، بثبت مرور الخلايا اللمفاوية من الدم إلى الجملة العصبية المركزية، ومثل ما ذكرت قد يؤدي إلى حدوث حفن المادة البيضاء متعدد البؤر المترقي البي ام ال، هذا اللي حكينا عنه كتأثير جانبي. هلا في عنا من العلاجات التصلب العديد هو العلاج العرضي للمرض. يجب الانتباه للأعراض مرافقة وعلاجها، فقد تكون متعبة ومزعجة أكثر من المرض نفسه. عندنا الاضطرابات الذهنية، بالاضطرابات الذهنية يجب يعني المريض اللي بيكون عنده نقص بالقدرات الذهنية أو اضطرابات بالذاكرة يجب اعتماد استراتيجيات تحسين الإدراك البديلي، مثل الاعتماد على اليوميات والتقويمات والمذكرات وتمارين بدني وتواصل اجتماعي، ولا توجد أدوية علاج لعلاجها مثبتة. الاضطرابات الذهنية المشاهدة عند مرضى تصلب اللويحة لا تكون بنفس الشدة عند مرضى العتاهة، ويمكن السيطرة عليها بالعناية الدقيقة بالمريض. الاكتئاب يعتمد اختيار العلاج الدوائي على استجابة المريض، يتم تقييم الاستجابة كل 3 إلى 6 أشهر على الأقل، وأيضا على تحمل المريض والشكاوي المرافقة. فالمريض البدين مثلا يجب تجنب اعطائه مضادات الاكتئاب ثلاثيه الحلقه، لانه هي مضادات الاكتئاب ثلاثيه الحلقه من تاثيراتها الجانبيه اللي تؤدي لحدوث بدني. المرضى اللي بيشكوا من تعب يجب علاج العوامل المسببه اللي ذكرناها اللي قد تكون هي من اسباب التعب، كما يمكن استخدام كل من الامانتيدين والمودافينيل والانفيتامين، ولكن مع الحذر من اختلاطها. اضطرابات المشي يوجد دواء جديد اسمه الدالفا فيريدين، وهو حاصر من حصيرات أقنية الكالسيوم. آلية عمله غير مفهومة بشكل دقيق، لكن وجد أنه يحسن النقل العصبي في الألياف العصبية مزالة النخاعين في سياق التصلب العديد. الإجراء الأهم لاضطرابات المشي هو العلاج الفيزيائي، فعلى الرغم من إهماله في كثير من الحالات فهو يعد خطوة أساسية جدا في تدبير الاضطرابات الحركية، ويمكنه بالمتابعة السليمة أن يساهم بنقلات نوعية جدا في حياة المرض. أيضا في حالات عدم تحمل الحرارة قد يفيد دواء الدالفا بيردي. المظاهر العابقة في سياق تصلب اللويحة يمكن استعمال الكربامازبين في هذه الحالة، وغالبا ما بتعطي نتائج جيدة. ظاهرة ليرمت اللي هي قلنا سريان تيار كهربائي عند عطف المريض الرقبي غالبا ما بتحتاج للمعالجة، ولكن إذا كانت متكررة بشدة قد يفيد استخدام مضاد الصرع مثل الجابا بنتي. حالة التشنج السباستيستي، في حالة التشنج الخفيف لا نعالج لأن المريض يستعين بها على المشي، لكن يجب تحديد المرحلة المناسبة بدقة لبدء علاج حالة التشنج المتوسط والشديد بحيث لا يؤثر على مشي المريض. يتم البدء بتمارين التنطيط كل 2 إلى 3 مرات، يعني معالجة فيزيائية. وإذا كان التشنج شديد قد يلجأ للأدوية، عادة يستخدم الباكلوفين أو التيزانيدين أو الجابابنتين، كما يستخدم أيضا نبات القنب الفموي في العلاج.
الخط الأخير للعلاج في حال علام تحسن المريض هو حقن الباكلوفين داخل القراب أو هو داخل السائل الدماغي الشوي. خلل المثاني العصبي أو المثاني التشنجي كان بدراسة بولية شاملة للتأكد من عدم وجود انتانات، إضافة لعلاج العوامل التي قد تفقم ضعف المثاني مثل السمني أو البدني والإمساك. بالبدأ نعالج بمضادات الكولين إذا كانت الثمالي البولية بعد الفراغ أقل من 100 مللتر، أما إذا كانت الثمالي البولية أكثر من 100 مللتر فيمكن حقن البوتوكس داخل المثاني، أو أحيانا نلجأ للقسطرة البولية المتقطعة إذا كان المريض قادرا على تغييرها بنفسه ولا تستخدم القسطرة البولية الدائمة. الضعف الجنسي طبعا بالهجمات الحادية يجب تجنب الجماع، كما يجب الانتباه للأدوية التي قد تسبب ضعفا جنسيا، قد يفيد إعطاء مثبطات الفوسفاديل السيراز عند الرجال اللي هي مثل مركبات سيلدينافيل والتادالافيل، وقد نلجأ لزرع جهاز للانتصاب مستخدم مع رباط أو حلق انقباض في الحالات الشديدة. هلا بعد كل هالحكي عن التسلط اللوحي، أهم شيء هو إنذار المرض. تعتمد توقف سير المرض على تصنيف المرض والعمر والجنس والعرق والأعراض الأولية عند البدء ودرجة الإعاقة لدى المريض. هلا شو هي العوامل اللي تحسن الإنذار؟ يعني منقول إنه إنذاره أفضل من غيره، هو بداية المرض في سن مبكرة. كل ما كان المرض بدأ بسن مبكرة وكل ما كان الإنذار أفضل. طبعا الجنس أنثى، لأنه عند الإناث هو السير الطبيعي أنه هو بيصيب الإناث أكثر من الذكور، وبالتالي إصابته الإناث تعتبر يعني ذات إنذار حسن. بداية المرض في حال إصابة العصب البصري أو حتى إصابة الأعصاب القحفية كلها تكون أحسن إنذارا، أو بدء المرض بأعراض حسية. فإصابة العصب البصري أو إصابة الأعصاب القحفية أو الأعراض الحسية هي حسن الإنذار. النمط اللي بيكونوا من نوع هجمات مع تحسن، وعند المرضى اللي بيكون عندهم العرق الأسود، هاي معايير الإنذار الحسن. أما العوامل التي تسيء للإنذار فهي البداية المتأخرة، خصوصا إذا بدأ المرض بعد سن 30. طبعا مثل ما ذكرنا الإناث بيكون عنده الإنذار حسن، جنس الذكورة بيسيء للإنذار، وأيضا هجمات بدون تحسن وهجمات متكررة باكرة، وفي حال كان توزع قليل النسائل إيجابي بالسائل الدماغ الشوكي، يعني هذا الأوليغوغلونال بانز بالسائل الدماغ الشوكي إيجابي، إذا كان المريض مدخن حالي أو سابق لأنه بيكون سير المرض أشد، في حال وجود أمراض قلبية وعائية مرافقة. أيضا مثل ما ذكرنا من الأعراض الحسنة هو الإصابات الحسية، من الأعراض السيئة هي وجود إصابة حركية أو إصابة مخيخية أو اضطراب بالمسرات. هدول من علامات الإنذار السيء، الإصابة الحركية أو الإصابة المخيخية أو اضطراب المسرات. أيضا وجود مستويات منخفضة من فيتامين د بالمصل، في حال وجود فعالية كبيرة على تصويب الرنين المغناطيسي في الزمن الثاني، وجود ضمور بالدماغ أو فعالية مرضية متطورة. ولهم بيكون وصلنا لنهاية محاضرتنا. إذا في حد عنده سؤال يتفضل. حكيم، في ممثل مصاب بهذا المرض بيطلع بالإعلان على طول، هذا كان يمثل بباب الحارة، اسمه خاطئ. لك لا، هذا هذا اللي عم يعالجه بلبنان. اي، عم يعالج طبيب لبناني، عم يعالجه بلبنان هذا، وعلى حساب ممثل اسمه قصي خولي يمكن، ما هيك؟ ايه ايه تماما. شو هالشغلة؟ في كثيرين دكتور يعني التصلب اللوحي يعني كثير في ناس مصابي فيه، وفي عندك نسبة كبيرة من يعني من مصابين فيه ما بتبدي عليهم علامات كثيرة، لذلك ما بيقولوا. يعني أنا مثلا حتى الزملاء إنا كانوا مصابين بتصلب اللوحي، ويعني بالصدفة يعني تلاقي إنه يقول لك في زملاء إنا أطباء أو أطباء أسنان.
يعني أنا بعرف شيء طبيين أو ثلاثة أطباء أسنان عندهم تصلب لوحي. معناتها منتشر المرض حكي هذا. لا منتشر لك، ليش أنا معطيك محاضرة أصلا حتى تتعرفوا على شغلة اسمها التصلب اللويحي، حتى مو والله تدرس العصبية ما تعرفوا شغلة اسمها التصلب اللويحي، لأنه منتشر يعني المرض. الله يعطيك العافية. الله يعافيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.